تزامنا مع اقتراب موسم الربيع، تتواصل فعاليات معرض تخفيضات الربيع 2021 الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة من 14 وحتى 23 من أكتوبر الجاري. كونه منصة تحتضن كبرى المعارض المحلية والدولية، مركز إكسبو الشارقة يواصل استقبال زواره لمعرض تخفيضات الربيع الذي يقدم تشكيلات واسعة من العروض الحصرية على مختلف المنتجات بمشاركة كبريات الشركات المتخصصة وأبرز العلامات التجارية العالمية. كل شيء متوفر الحمد لله، أي شيء لنقيه متوفر، يعني شيء نقيه كله متوفر، يعني أسعاره أوكي، يعني العالم اللي يشتري برا من 600 700 يعني 150، يعني أحسن من هالشيء. شو بيقول؟ عروض أوكي تمام. إكسبو الشارقة إنه متنوع، يعني مش نفس المعروضات، يعني في الإلكترونيات، في الكتب، هالتصفية، فهذه أمور حلوة، التنوع كثير حلو وبرضي كل الزبائن، فمعرض ممتاز جدا. احنا كل فترة بنيجي، يعني كل ما نشوف في معارض بنيجي على هذه المعارض وبنلاقي الأسعار مناسبة. يعني حتى 23 من الشهر الجاري سيحظى الزوار بفرصة التسوق بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلك من الإلكترونيات والأواني المنزلية والأزياء وغيرها، إلى جانب فتح باب التواصل مع أصحاب شركات التجزئة والعارضين. صراحة هذا إكسبو الشارع نحن منشارك فيه من 7 سنين، نتعرف على بعض الزبائن جداد للماركة تبعنا أو للموزعين التانين، نكون علاقات تجارية مع بعض. والله هو إحنا دائما نعرض عندنا كل إشي جديد بمعرض إكسبو الشارع، يعني بنشوف طبعا ناس جداد بتعرف على المنتج الجديد اللي عندنا، بكون في خصم تشجيعي لكل الناس اللي بتيجي بتشارك بمعرض إكسبو، فهو نوع تغيير من المحلات ونظام المولات، فهو إشي كتير جديد بالنسبة لنا. مثل هذه المعارض التي تنظم بشكل مستمر تعزز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي رائد، وتعكس أهمية الإمارة بالنسبة للشركات العالمية والتجارية في أسواق المنطقة. إذن ها هو إكسبو الشارقة يستضيف معرض تخفيضات الربيع ليضيف نجاحاً آخر لمسيرته في استضافة المعارض. لأخبار الدار ريم عيسى من إكسبو الشارقة.